اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أم النهاردة متنوعة، بما إن احنا طبعا في صيام عشان إخواننا المسيحيين، احنا بنعمل كل يوم مع بعض طبق أو طبقين صيامي، ولكن أنا مع الأكل الصيامي صحي 100%. يعني النهاردة معانا القرع العسل، دايما بيكون شريك في طبق الكسكس اللطيف الجميل. بنعمله قرع عسلي بالبشاميل، قرع عسلي باللحمة المفرومة. أنا هعملها النهاردة شوربة القرع العسلي صيامي، هنشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة لطيفة وجميلة وقيمتها الغذائية عالية جدا، لأن فوائد القرع العسلي لا تعد ولا تحصى. معانا النهاردة كمان طبق فتة جامد جدا، في مكوناته حاجات كتيرة واخد غلبة، يعني في زبادي وفي بروتين وفي طحينة، في رز مصري، في لحمة مفرومة هتتعمل بطريقة جميلة يغتلية. فنشوف ازاي نعمل طبق الفتة الجميل بالزبادي والطحينة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. الجميل هنا بقى في الموضوع ان احنا عايزين نعمل طبق رز، فكرت ان انا اعمل كمان رز صيامي بالفاصوليا الخضراء. احنا دورنا على فول اخضر ما لقيناش، كنا عايزين نعمله بالفول الحراث الاخضر، فلقيت الفاصوليا الخضراء طبعا لطيفه وجميله وبشايرها تتاكل زي ما هي نيه كده لطيفه. هنشوف نعمل ازاي طبق رز جميل جدا بالفاصوليا الخضراء مع زيت زيتون مع بصله مع التومه، تاكل صوابعك وراها. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعه النهارده، متنوعه السفره بترضي الصغير وبترضي الكبير. عايزين ما نطولش على حضراتكم عشان عندنا شغل كتير في الحلقه وفيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن بتعملي سفرة متنوعة. الشطارة في إيه؟ مش إنك تخش المطبخ مثلاً ممكن تتعبي في أكلة وقت كبير جداً، الشطارة في إن السفرة بتاعتك تكون مش مكلفة ومتنوعة. إزاي تحققي المعادلة الجميلة ديت؟ أكيد مجهود، مجهود طهوي، مجهود خبرة، مجهود إنك تكوني ملمة بالمطبخ، كل ده. أنا هبدأ دلوقتي معانا خط سر الحلقة، معانا طبق فتة فيه حاجات كتيرة أوي على فكرة، ومعانا طبق رز بالفاصوليا الخضراء، ومعانا الشوربه بتاعتنا شوربه القرع العسلي. شوربه القرع العسلي ما بتاخدش وقت كبير في السوى، احنا معانا متقطع جاهز ونقطع القرع العسلي دلوقتي مع بعض، وفرصه بما ان احنا معانا قرعايه كبيره زي دي كده هنشرح لحضراتكم ازاي تجيبيها من الاكلات الشتويه تخزنيها. دي مهمه جدا على فكره، انا استخدمت ربعها، استخدمت كيلو منها. ازاي اخزن بقيه القرعايه دي واشيلها في الثلاجه اعملها حاجات كتير قوي، ممكن اعملها ايس كريم، ممكن اعملها شوربه، ممكن اعملها باللحمه المفرومه، ممكن اعملها بالبشاميل، زي ما انا عايز. ده اللي احنا هنشرحه مع بعض. ولكن استاذ رحاب عايزين نشوف مع بعض مقادير الرز بالفاصوليا الخضراء صيامي. صيامي وصحي 100%. المقادير على الشاشه. رز بالفاصوليا الخضراء هنعمله مع بعض ازاي؟ فاصوليا خضراء معانا زي الفل، طازه اهيت من خير ارضنا، تتاكل نيه، رز مصري، بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون. المقادير بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن الطبق هيبقى طبق شكله مميز. فاصوليا خضراء، رز مصري، بصل وتوم والبهارات والتركايه بتاعت الشيف المغازي المعتاده. طاسه شديده الحراره على النار، ومعلقتين من زيت الزيتون، دي صيامي. واحنا بنحمر زيت الزيتون على النار، التركايه بتاعه البغازي، شويه الكمون يدوني ريحه حلوه قوي. شفت بقى التركايه دي اهي اهي، هننزل بالبصلايه بتاعتنا بعد الكمون مباشره، هو ده الشغل. ليه يا شيف كده؟ البصلايه فيها ريحه الكمون اللطيفه الحلوه، عينك مش هتدمع، مفيش مشاكل، ريحه البيت مش هتبقى ريحته بصل، ملابس جوزك خاليه من ريحه البصل، لان بتلاقي المطبخ جنب الصالون، جنب اوضه النوم، جنب غرفه الملابس، تبقى الواحد نازل لابس المطبخ في ايه؟ في الجاكيته. ادي البصل والثوم زي الفل. بصلايه نحمرها كده، معانا فص ثوم لطيف وجميل اهو زي الفل، كمان معلقتين زيت زيتون معايا كالعاده كل يوم. الحله بتاعت على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل اهو معايا، دي اساسي بحب دايما ابدا بيه اهو، واسيب الميه تغلي. فيها عودين من النعناع لطاف كده زي الفل. معانا كمان حمص بيتسلى على النار، لان الفته بتاعتي هتتعمل بالحمص واللحمه. ما تشتريش علب الحمص، ما انتش عارفه تاريخ الصلاحيه المصدر، جيبي نص كيلو حمص ونقعيه من بالليل
ساعتين ثلاثة أربعة حطيه على نار بالشكل ده كده استوى أول. وكمان الحمص من الأكلات المعروفة في الشتاء أهو. البصلاية حلوة. ننزل بالفاصوليا الخضراء بتاعتنا أهي. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، خير أرضنا أهي. فاصوليا تتاكل نية أهي أهي أهي، هي دي. على فكرة تتعمل سلطة دي تبقى لطيفة أوي، سلطة الفاصوليا بزيت الزيتون تتعمل كمان بارد. إخواننا الشوام السوريين واللبنانيين تحية كبيرة ليهم، يحبوها في طبق المقبلات بزيت زيتون وتومة تبقى لطيفة وجميلة. أهو تحافظ على خضرها ونضارتها وجمالها إزاي؟ لازم تنزل على نار شديدة وتاخد شوية ملح وهي في التسوية، هتلاقي لونها أخضر وزي الفل. نعم يا غالي، مستحيل طبعا تسود في قلب الرز، إحنا مع بعض أهو. والصورة هي اللي بتحكم. أهو فاصوليا خضراء أهو. خدت التقليبة مع البصلة مع التومة شوية الملح الحلوين. اللهم صل على النبي. معانا من الرز كوبايتين حلوين مغسولين وجاهزين. بعد ما تغسل الرز تصفي ميته وحذاري حطها على باب التلاجة. في كده حاجات مهمة جدا لازم ان احنا نوثقها على باب التلاجة، توثيقة من الشيف المغازي. عايزة تعملي شوية رز مفلفل وزي الفل مش متكسر معاكي، بعد ما تغسلي الرز مرة اتنين تلاتة صفيه من المية جيدا، لا تتركيه في الماء ولا تتركيه في الماء الفاضل او الماء المتبقي من التصفية. حاجات دي بتكلم باللغة العربية الفصحى اهو. ليه يا عم الشيف؟ عشان الرز ما يتكسرش منك ويتهري منك. هننزل بالرز بتاعنا. اللهم صل على النبي. الرز نازل مفلفل تمام. هنقلب الرز. الاكله دي صيامي 100% اهو مع الفاصوليا. يلا الصوره الحلوه اهي اهي اهو. الرز المصري مع الفاصوليا الخضراء مع التوابل والبهارات. معلقه الكمون اللي نزلت بيها على زيت الزيتون مخليه الفاصوليا بتزغرط. كل ده مع بعض اهو اهو اهو. عندنا بوكيه جرنيه الميه اللي بتغلى على النار اهو. خلص الرز معاك يا مغازي اهو اهو. هتاكلي صوابعك وراها، هتلاقي الفاصوليا مستويه والرز مستوي وحاجه زي الفل باذن الله. اظبط الطعم. يلا ننزل بالسائل بتاعنا الشوربه. طبعا ده صيامي فمش هنستخدم لا شوربه فراخ ولا شوربه لحمه، معانا بوكيه جرنيه بنستخدم الشوربه بتاعت يلا شوفوا الصوره الحلوه اهو تتناغم اهو اهو اهو. خلص الرز في دقائق معدوده، عملنا طبق رز لطيف وجميل، قيمته الغذائيه عاليه جدا، صحي 100% وصيامي. الله التقليبه دي كده. من ضمن التوثيقات اللي تكتبيها على باب التلاجه برضو عشان الرز ما يعجنش منك ويستوي كله يبقى حبه واحده مستويه، اوعي تغطي الحله غير لما تشوفي بيغلي قدام عينك. يغلي تغطي الحله وتوطي عليه او تقصري عليه النار وقولي المقوله بتاعت الشيف المغازي، اتقل على الرز يا واد لما يستوي. زي الفل. تمام خلصنا من الرز، نخش على اللي بعده. معانا شوربه القرع العسلي صيامي، هنعملها مع بعض ازاي؟ مقاديرها على الشاشه. شوربه القرع العسلي صيامي. المقادير على الشاشة، أرعاية سليمة. حلو قوي. نوسع كده عشان إيه؟ نشوف الحاجة معانا. ونجيب الأرعاية الحلوة دي، اللهم صل على النبي، تعالي. ونشوف نقطعها مع بعض إزاي، وفرصة بما إن في أرعاية كبيرة حلوة، نخزنها إزاي؟ مش تخزين تخزين يعني، نحتفظ بالباقي إزاي؟ إحنا اتنين في الأسرة، عدد الأفراد المقادير على الشاشة تمام؟ إحنا عدد أفراد الأسرة 2 3 4، أنت في بعض السوبر ماركات بتجيب القرع العسلي ده وتقطعه وتخليه في أطباق متشال في التلاجة بالوزن، وتلاقي الاستيكر كده عليه الوزن وعليه الكمية وعليه نوع الصنف وكل حاجة، ده وارد. واللي وارد برضو إنك تروحي عند فكهاني بتلاقي القرع العسلي دي أشكال وألوان بأشكاله الحلوة ده. ده عندنا في مصر الحمد لله بعون الله متوفر، العالم بيحسدونا عليه. ده بره بيضرب له تعظيم سلام، ده غالي جدا باليورو بالدولار. حلو عشان نبقى عارفين القصه ماشيه ازاي. انا بقى عايز استخدم منه والباقي اشيله. تعالوا مع بعض نقطعها الاول واحنا بالسكينه كده. اللهم صل على النبي. سكينه كبيره وسكينه صغيره الاثنين هنستخدمهم في التقطيع. سكينه كبيره يا مغازي وسكينه ايه صغيره. هنيجي هنا
بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ سبحان الله، سبحان الخالق. بصوا عليها كده يا رجاله، فرسان التلفزيون المصري. التفاصيل دي لو مركونة عند الفكهاني، بس في الشتاء ده الموسم بتاعه، لو مركونة عند الفكهاني فترة طويلة هتلاقي في أشكال طبعا شكلها مش لطيف جواها، فتعرف إن هي قديمة وخلاص ما عادتش تنفع، مش بيبان غير من جوه. بص عليها كده من جوه، إيه الصورة الحلوة دي؟ أه، لب العرق العسلي ده موسوعة غذائية، الصحف والجرايد تتكلم عنه، قيمته الغذائية عالية جدا. لب القرع العسلي ويفضل أكله غير مملح لعدم الإضرار بالملح، نصيحة مني. طبعا ده بيطلع من القرع العسلي ده، اللب الابيض بتاعها. تعالوا مع بعض ناخد جزء ونخلي جزء. اه، بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد دي كده. انا عايزك النهارده، انت بتعملي رز بالفول اشطر، بتعرفي تعملي طبق فته، بس بقول معلومات كده وانا شغال، دي مفيده جدا على فكره، دي اللي هي نطلع بيها فايده. الرز بيناديني بيقول لك انت وعدتني ان انا لما اغلي وميتي تنشف تغطيني. اه 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 اه، استوى الرز، اثر عليه النار، اللهم صل على النبي. الفاصوليا خضرة ازاي في قلب الرز؟ اسودت يا عم فاروق، احنا بنهزر؟ اه، احنا مش بنهزر ولا بتهزر؟ نغطي الحله. اه، ممكن نستخدم الفاصوليا ببسلة خضرة، بس يعني يا استاذ رحاب مع البسلة شويه جزر ماشي، تبقى لطيفة وحلوة، لأن السكريات بتاعة البسلة غنية بالبوتاسيوم مع الأوميجا 3 أو مع الفيتامين سي اللي موجود في الجزر، أكيد فيه طبعًا بيكون قيمة غذائية في الطبق اللي إحنا بناكله. هنغطيها كده واتقل على الرز بالفاصوليا لما يستوي. آه، حلوة أوي. هدي النار بس، تمام. نشتغل في القرع العسلي مع بعض. آه، هنا استخدمنا السكينة الكبيرة، اشتغل مع الصغيره بقى دلوقتي، بس دي تعديه كده نصين اهو عشان ما تعوريش ايدك. اه، اشتغل بقى بالسكينه الصغيره واحده واحده كده. اه، نجيب طبق كده. انا عايز اطلع بمعلومه النهارده، جوزي لو جاب لي قرعيه حلوه زي دي كده وانا شغال كده هقول لك ده ممكن يتعمل اصناف ايه. امسكي صوابع ايدك العشرة وعدي ورايا، يتعمل مشوي زي البطاطا اهو. اه، زي البطاطا، البطاطا، البطاطا زي ما هي كده، بتحطها في الفرن زي ما هي اهي في ارضيه الفرن وسيبها تستوي. بعد ما تستوي تاكلي كل اللي فيها ده بمعلقه، صدقيني بجد، ما تشيليش ده، خليه دي تستوي، خليها اللب هتقزقزيه، وبطن القرعايه مع لحم القرعايه تاكلها بالمعلقه زي الايس كريم. دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن يتعامل مع الكسكسي، نوع من انواع الخضار في قلب الكسكسي بيديله قيمه غذائيه وشخصيه. النوع الثالث، عد على صوابع ايدك، يتعمل ايس كريم. النوع الرابع، يتعمل شوربه زي ما عملها النهارده، شوربه صيامي او شوربه بالكريمه حسب الرغبه. يتعمل بالبشاميل، يعني لحمه مفرومه ولحمه معصجه يعني او بولونيز مع بشاميل ويخش الفرن. طريقه تانية زي الفل. طريقه تانية ممكن يتعمل حلو، القرع العسلي بالكريمه، لطيف وجميل ويخش الفرن زي قصه كده المهلبيه، يبقى طبق جميل جدا ياخد شويه مكسرات. كل دي تفاصيل في عمايل القرع العسلي. هنشيل ده كده. اه، انت عايزه تخزني دلوقتي. اه اه، طب يا شيف مغازي، عشان احنا اتنين تلاتة في عدد الاسرة، او ان هي مثلا سعرها غالي شوية اضطر ان انا اجيبها؟ لا. اه، شفت انا هقطعها ازاي؟ اه اه، امسكها كده بقى بايدك. اه، واشيل القشرة بالراحة دي كده، كأنك بتقشر خيار. وتعرف القرعية طازة ولا مش طازة ازاي؟ لما تلاقي القشرة طرية في ايدك كده، لقيتها قاسية قوي اعرف ان هي قديمة. اه، شفت التاكل نية والله. اه، نحطها هنا. طيب كمان واحدة. اه، بإيدك. اه، الحتة الصعبة اهي، مشيت فيها السكينة زي الفل اهي. اه، تقشير القرع العسلي للحفاظ أو إن احنا نحفظه في التلاجة. اه، وتقطعي مكعبات بقى عشان تستخدميه على طول وعلى قد استخدامك، يعني مش تشيلهاش كلها في طبق واحد، تيجي تستخدميها تقعدي تفكي فيها ساعتين، شوفي أنت استخدامك قد إيه، كيلو نص كيلو مفيش مشكلة. اه، سيبونا أقشر القرع العسلي معايا كده، لأنه بصراحة السكينة ماشية فيه زي الحلاوة. اه اه، شفت اهي اهي اهي، حلو الكلام. طب تمام، انا هطلع فاصل صغير، اكون قشرت دول كده مع بعض عشان نحطهم برزنتيشن معانا، وهناخد فاصل. اوعى تروحوا بعيد.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل. طبق فتة في غلبة كتير، هي مش طبعا مش لحمة راس ولا هي عكاوي ولا هي كوارع، لا هي فتة الحمص باللحمة والزبادي. هنعملها مع بعض ازاي؟ وانا حبيت اعمل الطبق ده بما ان السفرة بتاعتي عليها طبق صيام رز بالفاصوليا هيلسي، مش بقدر الامكان، ده هيلسي 100%. الرز طبعا على فكرة مش مؤذي، احنا اللي بنخليه مؤذي ان احنا نعمل رز معمر نديله معلقتين سمنة بلدي وحليب ودسامة وقشطة، ده الرز المعمر. نقول لك ايه ما تاكلش رز، الرز نحط له عليه سمنة، انما الرز بطبيعته كربوهيدرات ونشويات الجسم بيحتاج لها ايا كانت مراحل العمر امكانك. وانا شخصيا لو ما اكلتش رز كل يوم بحس ان انا ما اكلتش، ومع ذلك سمبتيكا زي ما حضراتكم شايفين، بقدر اتحكم في نفسي. فمهم جدا ان احنا نشوف ازاي نعمل طبق فته قيمته الغذائيه عاليه جدا وفي تفاصيل كتيره. مقاديره على الشاشه: لحمه مفرومه، حلو، زبادي، بتجيب العرض اللي هو 6 وحدات دولت وتفضيهم في بوله معاك، حلو الكلام، عيش محمص، ايه الحلاوه دي، عيش محمص، بصل وتوم، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه، شويه بقدونس او كزبره خضراء معانا، والبهارات العربيه، وزبادي وطحينه، وكل ده الف انا وشفا. ولكن اللي انا طبعا بضعف له الصنوبر، ده مش صنوبر بس هو شبه الصنوبر بما يرضي الله، انتوا عارفين الشيف صادق معاكم، انا بجيبه دايما لانه شبه الصنوبر وقلبي يحن للصنوبر. الصنوبر الكيلو ب 2000 جنيه ولا ب 3000 جنيه دلوقتي، بلاه مش عايزينه يا عم. اللوز الحلو ده يا مزاجه، اللوز بتقطع في بعض المحلات بتاعه المكسرات بتلاقوه بالشكل ده كده مش متحمص، بتحمريه في شويه سمنه وشويه زبده وتحطيه على وش الطبق الفته، بيخلي قيمته الغذائيه عاليه جدا وقيمه وبرستيج وايمج وكل حاجه حلوه. هنخليه جنبينا هنا هنستخدمه بعد شويه. يا نعم يا فندم. ومعانا حمص، ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ ومعانا حمص على النار جاهز اهوت ومتحضر، زي الفل، ده الحمص استوى اهوت. فرصه جوزك في اجازه النهارده، راجع الاولاد من المدارس، اعتقد من المدارس كمان اجازه النهارده، حلو قوي. طبق الحمص الشامي الحلو ده اللي الناس بتيجي على الكورنيش تقطع تذكره وتيجي تستمتع بجو مصر وطبيعه مصر. هي حلوه مصر بكل اللي فيها وتفاصيلها حلوه، ما نستغناش عن ترابها. طبق الحمص الشام ده بقى على الكورنيش بيساوي حاجات كتير قوي، يا رب ادمها علينا نعمه. شويه شطه، شويه كمون، عصره ليمون، يا ويلي حد كان الطبق ده تاني، شويه كمون، شويه شطه، عصره ليمون، وفي قلب الكوبايه مع ميه الحمص الشام، الف صحه وقيمه غذائيه عاليه جدا. لو عندك دور برد هيطلع على طول مباشره. تعالوا مع بعض نعمل اليوغاتليه بتاعتنا للفت. ادي اللحمه المفرومه اهي، حلو قوي اهي، لحمه مفرومه ضاني كندوز انت وجيبك، نص كيلو تقريبا او كيلو الا ربع حسب عدد افراد الاسره، حلو قوي. معاهم شويه برغل بايديا كده، كبشه برغل بعد ما يتغسل وتتصفى ميته يبقى معانا بالشكل ده كده، كبشه برغل، حلو قوي. نشيله من قدامنا البرغل، معلقه فلفله حلوه، اللي هي الهريسه، تعالي يا هريسه، زي الفل في قلب الايه الحشوه. شويه التوم المفرومين الناعمين، معلقه طحينه حلوه كده في قلب العجينه دي، ايه الجديد ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ده الجديد. معلقة الطحينة دي لما تخش النار دلوقتي بعد ما نقلب الكفتة مع بعضيها وتصطدم بالدهون بتاعة اللحمة، دي حكاية قصة. حلو قوي، زي الفل. شوية بقدونس مفرومين، بإيدينا كده. والبهارات بتاعتنا هناخدها ونروح عند البهارات مع بعض كده عشان نستمتع. ايه البهارات يا عم الشيف؟ شوية بابريكا، شوية فلفل اسود، الملح بتاعنا، شوية كمون، شوية زعتر، حلو قوي. وتعالوا نقلب الخلطة دي كلها مع بعضيها، حلو، بإيدينا، دي لازم نتعامل بإيدينا. كبة مش لازم، ما عندكيش كبة مفيش مشكلة، الدنيا مش هتقف على الكبة. شفت لون اللحمة اتغير ازاي؟ قلبيها كويس حتى تنسجم مع بعضيها، حتى الانسجام، دي مهمة جدا على فكرة، وفي نفس الكسرولة دي هتجيب كسرولة تانية، دي لازم تقلبيها كويس عشان كلها تختلط ببعضيها،
نعم يا غالي. لو في كبه يبقى حلوه مفيش مشكله، مش هنقول لا يعني، بس انا احب دايما استطعم اللحمه بايديا قبل ما استطعمها ببقي. احس بغنوتها كده وهي زي في ايديا زي الملبن. شفت حته اللحمه فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه كتيره. هتقولي لي تفك؟ مستحيل. البرغل هنا عصب، التوابل اللي انا حطيتها مع معلقه الفلفله الحلوه فليفر وطعم تاني، زي ما هي كده عم الشيف في كسروله تانيه. اللهم صل على النبي. ونحط شويه زيت زيتون. حلوه اهو. ونعمل شويه كور من اللحمه دي كده. الفرن اخباره ايه؟ زي الفل. تاني. بتحط ايدك في الزيت ليه يا مغازي؟ عشان الحته تبقى ايه؟ تتسلك في ايديا كده وتبقى زي الفل. يلا. اللهم صل على النبي. تاني اهو. تاني اهو. تاني اهو. وانا شغال كده اهو. هتعملها مع الفته دي ازاي؟ اصبر على، لازم تقعد لاخر الحلقه. في حاجات كتيره انا بسيبها للاخر عشان نشوقكم. دي كبيره شويه للامانه، صغرها. تاني. واحده واحده كده. هنعمل الكفته دي بالشكل ده كده في درجه حراره الفرن عندي 180. الفرن جاهز مأمن عليه، فريق عمل بنأمن على كل حاجه قبل ما نطلع لحضراتكم هوا. بعد الكفته دي ما تستوي في قلب الكسروله هتديني شويه ذهب بهريز. البهريز ده يا عم الشيف هيساعد في ايه؟ في ان انا احطه مع الشوربه اللي هغرق فيها العيش بتاع الفت. الله عليك يا شيف. البهريز اللي هينزل من اللحمه. زي الفل، ربنا مبارك. زي ما هي كده كلها مع بعضيها. درجة حرارة الفرن عندي 180. بصوا عليها كده بصة حلوة. كفتة بعد طبعا ما شفناها الأول، حطينا لها برغل، حطينا لها فليفر حلو، حطينا لها توابل، وهندخلها الفرن مع بعض دلوقتي في درجة حرارة الفرن 180، أعلى درجة. زي ما هي كده، ما تحطيش أي سوائل ولا أي حاجة. أنا عايز الجوس بتاع اللحمة والبهريز بتاع اللحمة والتتبيلة هستفيد بيه في إن أنا أغرق بيه العيش بتاع الفتة اللي هو ده. دي المدرسة الطهوية دي، احنا بنشرح كل حاجة على التفاصيل. هندخل دي في الفرن. اقفل الفرن ولا خليه؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ فرسان التلفزيون المصري، الصورة داخل الفرن، احنا مش بيهمنا. طيب تعالوا مع بعض نطلع فاصل. يلا نسمع كلام الكبير، نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل. تفاصيل كتيرة النهاردة، الحلقة فيها شغل كتير، ونشتغل بحب عشان نرضي حضراتكم وترضوا علينا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المخرج مراهن معايا، قال لي الفاصوليا دي هي لونها هيسود، حضراتكم احكم. الرز بلونه، الفاصوليا الخضراء بلونها، البصلايه الحلوه بالتومه مع الكمونه اكيد طعمها حلو. تعالوا نغرف الرز ده كده مع بعض، صيامي وصحي. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شويه رز بالفاصوليا، فرحان بيهم، زواني يا ماما. ايه الحلاوه دي يا عم؟ بس الطبق ده كان من شويه الفاصوليا لوحديها والرز لوحده. نحط، عايزه فين ده يا غالي؟ قول لي مكانه فين، اللوكيشن بتاعه فين. انا معاك. على الكنترول بعد ما نخلص الحلقه مش دلوقتي. فين يا فا هنا؟ طيب تعال بنهزر كل ده، اوعى تهزر. تعالوا مع بعض نشوف الحمص بتاعنا اهو زي الفل، والقرع العسلي على النار، نعلي النار عليه.
علشان طبق الشوربه ده مفيد ومهم. بس طبعا هي بتبقى حلوه قوي بالكريمه، بس انا هعملها صيامي من غير اي كريمه. نشتغل في طبق الفته بقى، لان الفته فيها شغل كتير للامانه يعني. حلوه قوي. اللحمه في النار، وعندنا العيش بس عشان نعرف قواعد عمل الفته دي بالذات. اللحمه بالبهريز بتاعها بالبيون والذهب اللي هينزل منها في النار، عايزهم انا. وعندنا العيش متحمص وزي الفل. معانا طحينه ومعانا زبادي وفصين من التوم وشويه بقدونس مفرومين وعصره ليمون وزيت زيتون، ونشوف ازاي نعمل صلصه اللبن او طبخه اللبن اللي هنعملها علشان الفت واحنا مع بعض. اهو بوله كبيره، دي مدارس بقى. بعض بيستخدم السمنه البلدي في طبق الفته، البعض طبعا بيكتفي بزيت الزيتون، البعض بيحمر الصنوبر او اللوز ويحطه مع السمنه في قلب اللبن، حاجات كتيره يعني. فتعالوا نشوف الشيف يعملها ازاي، وكل مره اعملها بشكل مختلف وبطعم مختلف. ده زبادي العرض، سته عليهم واحده ايه ببلاش. اه شوفي تاريخ الصلاحيه، تاريخ الصلاحيه ممكن مش واخده بالك منه، هعلمك على حاجه حلوه. علبة الزبادي لما تشتريها من السوبر ماركت لقيت الغطا اللي فوق ده عامل زي الكرة الكفر كده، واخد شكل دائري، اعرف ان هو اتخمر والعلبة عايزة تتفتح، عايزة تطفش. التبريد مش كويس او بقاله فترة طويلة، دي علامة برؤية العين. رحنا على البيت ما خدناش بالنا، فتحنا الغطا بتاع علبة الزبادي لقينا مية كتير على وش علبة الزبادي. نبدأ نبحث على تاريخ الصلاحية ونبحث على المصدر وندوق قبل ما ندخل بالمعلقة ونعوم معاها، يدوق كده بسنة لسانة، في حموضة يبقى بلاشها. دي تفاصيل لعلبة الزبادي، لأن ممكن يجي لابنك الطفل الصغير تلبك معوي، تيجي له مشاكل في المعدة، مشاكل في القولون، حاجات دي كلها، ومعدة الطفل ما بتتحملش، وإحنا كلنا بناكل أطفالنا الزبادي. حلو الكلام؟ سامعكم أنا، بتقولوا حلو الكلام. طيب، ننزل بالطحينة. آه الله، كلها. خلي بالك اللحمة اللي أنا حطيتها في الفرن فيها طعم الطحينة. آه زي الفل. ناخد معلقتين من التوم، انا بحب التوم الني والطازه، برضو حذاري يكون عندك فصين توم في الثلاجه. بالتاكيد التوم لما بيتفرم يقعد فتره طويله بتبقى ريحته مش لطيفه، يفضل اضافه توم طازه للزبادي في حاله استخدامه فته. معلومه غير معلومه، يفضل استخدام التوم طازه في حاله لما اجي اعمل طبق فته بالزبادي. اهو ادي التوم، الله، ونقلبهم مع بعض مع شوية بقدونس حلوين كده وشوية الملح الحلوين وعصرة الليمونة يا عم الشيف. اه اللحمة في الفرن، اللحمة في الفرن، زيت زيتون. اه خلي بالك تفاصيل العمل وانا شغال. الرز غرفناه وخلص معانا. ما اعتقدش انك تعملي الفتة بقى وتعملي الشوربة وتقعدي جنب الرز لما يستوي، لا خالص. اه زي ما انا ماشي بالتفاصيل دي كلها. اه وعندنا شوربه القرع العسل على النار بتستوي، فاحنا واقفين في المطبخ لنا فايده، مش مضيعين وقتنا هدر. اه ونقلب ده مع بعضه. الطحينه بتدي قوام كريمي للزبادي. اه شايفه لونه اتغير ازاي؟ اه اللهم صل على النبي. اه حطها في الثلاجه بقى، جوزك اتاخر للظروف عمله، اولادك اتاخروا، الضيوف اللي انت عازماهم في تاخير، ده ما يتسابش بره. اه طالما اتحط عليه توم لازم يتحط في الثلاجه. اه نخليه على جنب، ده خلصنا منه. نجيب طاسه صغيره الحجم ونحمر شويه صنوبر، ده مش صنوبر ده لوز، يا مزاج اللوز، احنا مش بنكذب. اه على النار دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا زعلنيش. هتحمر التوم في زيت زيتون ولا سمنه؟ طبعا ده عادي، فممكن احنا نحمرها في شويه سمنه حلوين، اللي هو سوري اللي هو الصنوبر او اللوز، في شويه سمنه حلوين. اه حلوه زي الفل. نحطها على النار كده ومعانا الصنوبر، انا مسميه صنوبر بس هو لوز برضه عشان ايه تعبير ما ياخدناش. اه زي الفل. والزبادي جاهز، الليمون بتاعنا ده كده هناخد واحده ولا اتنين نعمل جرنش منهم، واحنا شغالين كده مع بعض واحده واحده يا عم الشيف. اهو
السكينه بتاعتنا اللطيفه الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون دلوقتي تعملوا منه قرنش على السفره بتاعتك، عامله طبق تبوله، طبق فتوش، التقطيعه بتاعته بتبقى جميله بالشكل ده كده. طبق الفته ده بيحتاج لعصره ليمون واحنا قاعدين، مفيش مشكله. عندنا طبق شوربه سي فود، ادي ليمونه عملت معانا قد ايه زي الفل. كنا نحط هنا سلايز ليمون من ده كده يدي شكل حلو. ادي الليمون معانا جاهز. اخبار اللحمه ايه في الفرن؟ بص عليها كده، اللهم صل على النبي. بص على اللحمه بقى وشقوتها، بص عليها زي الفل. تقريبا خلاص استوت، بص عليها. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ تفك مين يا راجل يا طيب؟ سيبها شويه كمان. في قلب الفرن. تمام. تعالوا نشوف الشوربه اخبارها ايه. نبص على الشوربه كده، شوربه القرع العسلي جاهزه. نحط البهارات بتاعتنا، شويه بابريكا حلوين، دي صيامي للامانه. احط شويه كركم، اعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها شويه، سن الكمون صغيره، دي الشوربه، ملح وفلفل، واحنا مع بعض كده. تمام. ونمسك الشوربه ديت نهرسها بالخلاط. ادي السمنه، ننزل بالصنوبر او باللوز شباب، اهو زي الفل، تقليبه حلوه، ده اللي هيدي طعم حلو اهو. معلقه سمنه بتحمري فيهم شويه صنوبر او شويه لوز زي الفل. ما عندكيش، عندك عين جمل ماشي، بتكسريه وتحمريه؟ لا، ما ينفعش الفول السوداني، احنا مش بنعمل جلاش. سنة بابريكا كده حلوة، بحبها أنا دايماً على المكسرات، الجو ده حلو قوي، خلي الواحد ياكل منها كتير. الله. شوف هعمل ايه دلوقتي بقى، التركية. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بالله عليك تبص على الحلاوة. شوية من ده كده اهو، اهو 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 اهو، واخلي شوية ازين بهم طبق الفتة. تمشي على النار، بعيد عن النار، خلي بالك. ونقلب كده. شويه لبن بيتكلم مصر بخلطه مصريه، ده كده جاهز، والشوربه جاهزه. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حاجه. طبعا ده ما بياخدش وقت كتير في السوى زي يعني الوقت السوى بتاعه اقل من البطاطس. الحمد لله خلص الكلام. شوربه ما تحطيش كانيش ولا اي حاجه، اكتفي بالقوام بتاعه. شوربه القرع العسلي بتبقى لطيفه وجميله لو حطينا فيها شويه كرفس. وقت التقديم، الف هنا وشفا اللي ياكل منها. تقليبه صغيره، يلا نصب الشوربه مع بعض. انا عايز من الاساتذه المصورين والاخراج الجميل وفريق العمل اللي انا بحبه نجيب الصوره قبل وبعد. صوره القرع العسلي وهو لسه مع اللب بتاعه، المرحلة التانية تقطع بالشكل ده كده، المرحلة التالتة حطيناه في الحلة على النار، المرحلة الرابعة نستمتع بيها على السفرة. ده شوربة القرع العسلي، واحنا مع بعض كده نغرفها. لا دي صيامي يا أستاذتنا، ده صيامي. نحط الشوربة هنا. اللهم صل على النبي، شوربة القرع العسلي صيامي. اللهم صل على النبي. يلا. حلو. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الشكل الكريمي ده بدون ما نحط كريمة؟ خفيفة ولطيفة، وندي مساحة للمعدة ناكل الرز وناكل الفت. حطيت لها بقى دي ونشا، مش هتاكلي منها حاجة، خلي بالك. هتقومي وتسيبي الأكل على السفرة.
شوربه كده خالصه وزي الفل. طيب نكمل طبق الفته. استعد عشان تشوف اللحمه الحلوه الطيبه. شيل ده من هنا كده ونوسع لنفسنا شويه. اللهم صل على النبي. يا ويلي اللحمه هنا مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز البهريز اللي فيها ده، ما اقولكش ايه الحلاوه دي يا عم. بص على الحلاوه، بالله عليك تبص على الحلاوه، بص على الحلاوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شباب؟ ايه الحلاوه دي؟ الحله هتولع ايدي. اه بالشكل ده كده. اه شوفوا هنعمل ايه دلوقتي. هناخد البهريز ده كده بس. بص اللقطه دي. اه بص على الحلاوه دي. اه 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 على العيش. يا ويلي ده المطبخ ده فن يا اخوان. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هناكل العيش ونسيب اللحمه. اه 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 شفت الجو ده كده؟ اه زي الفل. خلي اللحمه على جنب. انا بقى بصراحه يعني عايز احط ايه الزبادي بتاعنا بالشكل ده كده، ولازم العيش يبقى فيه طعم التكسيره. اه الرز اختياري، بس احنا عندنا رز بالفاصوليا فمش لازم احط رز. اه اللحمه بتاعتنا الجميله اللهم صل على النبي اهي. نزين الطبق كده. كلنا طبق فته بشكل تاني وبطعم تاني ومدرسة تانية خالص. أعتقد إن مفهوش دسامة كتير. أهو ده أنا هعمل تركية دلوقتي هتعجبك قوي، لازم تصبري معايا للآخر. أهو أوزع اللحمة بالتساوي كده عشان كل واحد يضرب المعلقة يطلع له نصيبه. أهو لسه ما خلصتش. عايز أنا البهريز اللي مكان تحمير اللحمة ده، التركايه بتاعت المغازي المعتاده. اه بص على الحلاوه. ناخد شويه الزبادي الحلوين دول كده نسقطهم هنا. المطبخ لازم يكون فيه شويه كده بركه، فيه شويه حب، فيه شويه افتكاسات كده وحاجه حلوه بالشكل ده كده. اه حلو قوي. نقلب الزبادي اللي انا حطيته ده في الكسرونه مكان تحمير اللحمه. ركزي معايا بس عشان الصوره الحلوه. اهو اه السر في الشويه دول، ده البهريز ده اللي هيخليكي تاكلي طبق فته ما اكلتوش من ايد حد غير من ايدك انت. اه شفت البهريز ده كده؟ على فين يا عم الشيف؟ على فين يا عم الشيف؟ اه اه سخنه الحله، سخنه الطاسه، اوعى تعور ايدك. اه ننزل على وش اللحمه. هو ده. اه طبق فته فيه غلبه كتير، فيه شغل كتير، ولكن معمول بحب إرضاء لكل الجماهير اللي بيتابعونا على القناة الأولى والفضائية المصرية في أنحاء العالم من خلال شاشة التلفزيون المصري. أهو إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أهو تعالى يا عم الشيف بقى، حاجة مهمة جدا. لسه التركاية، لسه الخير جاي. أهو شوية اللوز يا مزاجه اللوز. أهو أهو على الوش. يا ويلي فعلا الصورة الحلوة الإبداعية لما تتعمل بحب تتكلم عن نفسها، والصورة مش تعني ألف كلمة، لا تعني مليون كلمة. بس الكلام ده على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.